السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سامي السويدي. في هالبودكاست بعرض عليكم سجل البطولات للأندية الإماراتية عبر التاريخ. نبدأ أول شيء التغريدات. التواصل الاجتماعي مبروك لملك السوبر شباب الأهلي وهارد لك للشارجة. تغريدة من الأسطورة عبد الله العسائي كبار الأندية الإماراتية نادي العين وشباب الأهلي. مشهد حمل كل معاني العشق والحب والشغف أنها كرة القدم. مبروك لشباب الأهلي وهارد لك للشارجة. ان شاء الله بعرض عليكم هالمقطع في نهايه الفيديو. تغريده من يو اي سبورت نيوز، تحديث سجل بطولات الانديه الاماراتيه عبر التاريخ. الزعيم العيناوي الاول، الفرسان يقتربون، الفارق 4 ألقاب. العين 35 وشباب الاهلي 31 بطوله. اذا استمرينا على هالحال اتوقع شباب الاهلي بيكون زعيم الامارات في السنوات القليله القادمه. لقيت وايد نقد وتعليقات على هالموضوع ان الزعيم يطلق على النادي الاكثر تتويجا ببطولات الدوري، الملك الاكثر تتويجا لبطولات الكاس. دخلت جوجل وسويت سيرش للموضوع، ما لقيت لقب للنادي الاكثر تتويجا بالالقاب. واللي يعرف اللقب ابغي اشوف تعليقاتكم. وعن عدد الالقاب قلت 35 لقب مثل ما عرض علينا يو اي سبورت نيوز وصفحة تسدد. سألت أخوي منصور، السلام عليك أخوي منصور، كم عدد ألقاب نادي العين من خلال الصفحة الرسمية؟ إن الزعيم حقق 37 بطولة، فهل العين عنده 35 أو 37 بطولة؟ فرد علي أخوي منصور عبد الله 35 بطولة تحت إدارة اتحاد الكرة. فما نعرف الحين عدد البطولات من خلال صفحة العين الرسمية. قالوا ان العين حقق 37 بطولة، وصفحاتنا الرياضية ان العين حقق 35 بطولة. فنبغي بيان رسمي من اتحاد الكرة يبينون عدد البطولات للأندية الإماراتية. فسألت الأكثر تتويجا ببطولة الكأس ملك الكرة الإماراتية، الأكثر تتويجاً ببطولة الدوري زعيم الكرة الإماراتية، الأكثر تتويجاً بالبطولات أسياد الكرة الإماراتية. فخلونا نشوف جدول الألقاب للأندية الإماراتية. العين في الصدارة ب 35 لقب، فاز 14 مرة لبطولة الدوري، فهو زعيم الكرة الإماراتية. 7 ألقاب لكأس رئيس الدولة، بطولتين لكأس رابطة المحترفين، 3 بطولات لكأس السوبر، ومرة واحدة دوري أبطال آسيا. بطولات ثانية مثل الدوري السوبر، كأس الاتحاد، الدوري المشترك، دوري أبطال الخليج، السوبر مغرب الإماراتي، ما عدا دوري أبوظبي. فعدد البطولات 35 بطولة من قبل الاتحاد الإماراتي. في المركز الثاني نادي شباب الأهلي بعد تتويجهم بكأس السوبر، وصل ل 31 لقب، فاز 8 مرات لبطولة الدوري، فهو الأقرب لزعيم الكرة الإماراتية. ملك كأس رئيس الدولة 10 مرات متساوي مع نادي الشارجة، ملك كأس رابطة المحترفين ب5 مرات، ملك كأس السوبر ب6 مرات، وبطولتين للبطولات الثانية، الشارجة 21 بطولة، النصر 19، الوحدة 15، الوصل 11، الجزيرة 10 بطولات، وبطولتين كل من نادي الإمارات وعمان وبنياس. شباب الأهلي ملك كأس السوبر، ملك كأس رابطة المحترفين، ملك كأس رئيس الدولة، فهو ملك الكرة الإماراتية. أما نادي العين، النادي الوحيد اللي حقق بطولة دوري أبطال آسيا، الأكثر تتويجاً لبطولة الدوري والأكثر تحقيقاً للبطولات. فالعين هو زعيم وأسياد الكرة الإماراتية. مبروك لشباب الأهلي وهذا لك للشارجة. ونختم الفيديو بمشهد حمل كل معاني الحب والعشق والشغف. باب الأهلي وكأنه كان رجل ميت يمشي. أوهو أوهو أوهو، إيه العمل.
وكأنه كان رجل ميت يمشي، وإذا بالنبض يعود إليه.